نظمت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين شعبة عين المان بالمركز الثقافي مفتي زكريا تحت عنوان مؤسسات التنشئة الاجتماعية الملتقى الوطني العاشر ودورها في صناعة الإنسان، وهذا بإثراء من عدد من الدكاترة والأساتذة الجامعيين. يعني ألح كثيرا على أهمية ترسيخ الوعي بالمعرفة والثقافة السننية الشاملة والمتكاملة، لأنها هي الشرط الذي يضمن لنا توازن الفكر وتوازن النفس وتوازن السلوك وتوازن العلاقات الاجتماعية، وبالتالي فعالية الأداء في المجتمع. بدون هذا وربما التورط في الإمساك بالسنن الجزئية بعيدا عن مؤطراتها السننية الكلية يشكل خطر على الإنسان، ويؤدي بنا كما ذكرت لكم إلى نوع من السيولة، السيولة في الشخصية، السيولة في التفكير، السيولة في العلاقات. وهذا ومع الأسف هذا ما يعيش الناس جزء كبير منه. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا متعاونين يعني كدولة وكمجتمع مدني بمؤسساته المختلفة لترسيخ الوعي بالمعرفة والثقافة السننية الشاملة، لأنها هي المقدمة وهي الشرط لأي توازن في شخصية الإنسان ولأي توازن في حركة المجتمع. نلتقي اليوم في عين والمان في الملتقى العاشر المعنون مؤسسات التنشئة الاجتماعية ودورها في صناعة الإنسان. عين والمان وفية لخطها في التعليم والتعلم. عين والمان وفية لخطها في إيجاد بيئة للحوار وللنقاش بين الشباب والفاعلين. عين والمان وفية لاستقطاب الأساتذة الذين يتأثر بهم الناس ويحبون الاستماع إليهم. يؤسس لمجتمع مدني يدفع إلى الأمام من خلال إنسان فاعل لا يتأثر بما هو قادم بل يؤثر فيه ويعيد صناعته. نتمنى أن نلتقي المؤتمر الحادي عشر العام المقبل لمزيد من الفهم، لأن لقاءات عين والمان عناوين فهم.